أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام أحسب الناس أن يتركوا قد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. مَنْ See?
ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزين أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به أنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة كعذاب الله
أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة فلبث فيهم ألف
وأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه فقد كذب أمم من قبلكم كيف يبدئ الله
إن ذلك على الله يسير قل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويرحم من يشاء صدق الله.